يقيم الله فيه وهو في الله. ونحن عرفنا محبة الله لنا وآمنا بها. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله، والله يثبت فيه. والتسبيح لله لا القديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغيها بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال يوحنا الرسول في اليوم الثالث كان عرس في قنا الجليل، وكانت ام يسوع هناك، ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس، ونفذ الخمر. فقالت ليسوع امه: ليس لديهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امراه، لم تاتي ساعتي بعد. فقالت امه للخدم: مهما يقل لكم فافعلوه. وكان هناك ست أجران من حجر معدة لتطهير اليهود، يسع كل منها من 80 إلى 120 لترا. فقال يسوع للخدم: املأوا الأجران ماء. فملؤوها إلى فوق. قال لهم: استقوا الآن وقدموا للرئيس الوليمة. فقدموا، وذاق الرئيس الماء الذي صار خمرا وكان لا يعلم من أين هو، والخدم الذين استقوا يعلمون. فدعا إليه العريس وقال له: كل إنسان يقدم الخمر الجيد أولا، حتى إذا سكر المدعوون يقدم الأقل جودة. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. تلك كانت أولى آيات يسوع صنعها في قنا الجليل، فأظهر مجده وآمن به تلاميذه. حقا والأمان لجميعكم. المسيح يحيي يسوع، التسبيح والبركة من أجل كلامه الحي لنا. المسيح هي تحويل الماء إلى خمر. هذه أول آية صنعها يسوع. هذه الآية طبعا لها رمز، يعني لها عبرة. لا نتوقف فقط عند الخبر، عند الحدث، إنما خاصة في إنجيل يوحنا نذهب إلى أبعد من ذلك، إلى العبرة اللاهوتية.
السيد المسيح يبارك العرس في قدم الجليل. طبعا في هذه اللحظة نطلب منه أن يبارك هذا الزواج المبارك وأن يجعله مثمرا بالرخاء والجليل إن شاء الله. والخمرة هذه التي حولها يسوع يعني الماء حول إلى خمر، يعني أن يسوع يبدأ معنا مع البشرية في عهد جديد، ننتهي من الخمرة القديمة ننتقل إلى الخمرة الجديدة، ننتهي من العهد القديم ننتهي إلى عهد جديد، عهد الشريعة وعهد موسى ننتقل إلى عهد المسيح وعهد النعمة، عهد الحب، عهد الأمان، عهد الإخلاص، عهد السعادة الروحية. لذلك الخمرة هنا تشير إلى النعمة الجديدة. وسمى الكنيسة بحسب تعليم القديس بولس بأن اقتران الرجل بالامرأة يشبه اقتران المسيح بالكنيسة، ولذلك كما أحب المسيح كنيسته وأيضا على الزوج أن يحب امرأته حبه لنفسه، لأن المسيح أحب كنيسته حتى النهاية حتى الموت على الصليب. وطبعا على الزوجين أن يتبادلا هذا الحب وهذا الاحترام. المحبة تعني الاحترام، المحبة تعني التعاون، المحبة تعني الطاعة الواحد للآخر، المحبة تعني أن يسعد الواحد الآخر، لا أن يسعد هو إنما أن يسعد شريكه، أن يضحي بكل شيء حتى يسعد الشريك الآخر. فهذا ما نصلي لأجله. وطبعا هذه الملاحظات سمعها شادي وأسامة، ولكن أردت أن أكررها عليكم أنتم على كل المتزوجين والمتزوجات لكي تتذكروا عهد الزواج، تعرفوا أن هذا العهد الذي قطعتموه ربما قبل عشرات السنين عليكم أن تجددوه أيضا في هذه اللحظة. فإذا نصلي مع أخوينا شادي وأسامة الله أن يبارك هذا الزواج ليسعدان بالرفاة والبنين إن شاء الله. أيضا وأيضا ودائما إلى ربي فالمطلوب لأجل أماني وسلام البيعة المقدسة وجميع بني إلى ربي فالمطلوب. What was that?